بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، يا رب يا سوا سوا تمهرت كفل أراد الحرف حرف يميلو قال مستوادد إنه مستصعمر يمي بعلوتن ولاتين يقر كفل وجي يزال بزي كفل قني من يوم مستوادد يمي بعلوتن بجان ده حرف النهل. ምሳሌዎችን ለማየት እንሞክር። ከምሳሌዎቹ ወደ ህጉ ነው የምንሄደው። ኢስቲቅራኢ የሆነ መንሃጅ ስለምንከተል ወይም ኢንዳክቲቭ አፕሮች ስለሆነ እየተከተልን ያለ ነው። ምሳሌ አንድ አዝሀቡ ኢለል መስጂድ ቀብለ ሶላት ልጁሙዓ፣ ከጁሙዓ ሶላት በፊት ወደ መስጂድ ይሄዳሉ። ይህ አንድ ጁምላ ነው፣ ሙሉ ሀሳብ የሚሰጥ ጁምላ ወይም ከላም ነው። በዚህ ጁምላ ውስጥ ካሉት ቃላት አዝሀቡ إلى المسجد قبل صلاة الجمعة بميلوت كنجه لك على توسط إلى يمتلوها قال حرف تبالا لك أذهب فعلنا إلى حرف نات ودا ودا مرن يسمى الجو ودا يميلوها تلقون يازجو مالتنا المسجد سمنا قبل صلاة الجمعة، صلاة سمنا الجمعة سمنا قبل ظرفنا كصلاة الجمعة بفيت كجمعة صلاة بفيت ولا مسجد هيدا إلى يمتلو مدرسة تتكم على الشمال سلازي هي تفلقت شاكال إلى يمتلو حرف يمتبعنا بزيه جملة استمالت أذهب إلى ودا المسجد مسجد قبل بفيت صلاة الجمعة كصلاة الجمعة بفيت ودا مسجد إلى الله. مثالي هلت أجلس على البساط منتظرني الخطيبة، منتظرني الخطيبة أجلس على البساط منتظرني الخطيبة نقري ما درقون إمام يمتبع بكوني بمسجد جولي كما تعلم. أجلس فعلنا على حرفنا بزي جملة وستي تفلق جوا قالم إيهتشنا تعالى يمتلوها قال حرفنا كلاي مهن انت سيالك على البساط مسجد جولي منتظرني الخطيبة إمامون لقري مرقون إمام يمتابك هوني منتظرني الخطيب حال يبالل ولفتنا يعلن على كل حال يمتفلق وقال بزيه جملة وسط بحرف يمتوسدو على يمتلو أقالنات بمجمرة ورفتنا قرست إلى يمتلو أندونا جولو مالن أجلس فعلنا على حرفنا البساط يسمنا منتظرا حالنا سمهونا مالتنا الخطيب سمنا ينقص الخطيب كلامه في قلبي خطيبه ويمن نقر أدراك إمام نقرون بلبي وستي أسار صال ينقص الخطيب كلامه في قلبي في يمثل وقال زي حرفنات كالنزيه قالت كالنزيه بزي جملة وست كم يقينيوت قالت ينقص الخطيب كلامه في قلبي كملت قالت مكاكل في يمتلوها قال بجا حرف تبلات وسلالج ينقشو فعل سلوهنا الخطيب سم سلوهنا وفاعل هونو معلن ينقشو لميلو سبجكت هونو كلامه مفعول به نو كلام مضاف هو يميل دمو ضمير على كسمو قار تيايازة في يمتلوها حرفنا قلبي قلبي من لو سمنو قلب قايتها يا زلمو ضمير على برونون على يا المتكلم يميبا على كل حال بزيه جملة استدمو يمتفلق وقال في نات في حرف نات بمجمرة عرفتنا قرست وين بمجمرة جملة إلى حرف نات بولتنيا جملة على حرف نات بسوستنيا جملة في حرف نات مثال رات أعود من المسجد منشرح الصدر أعود من المسجد منشرح الصدر
ደስተኛ ሆኜ ከመስጂድ እመለሳለሁ። አዑዱ አዑዱ ፊዕል ነው፣ እመለሳለሁ የሚለው ወይም ግስ ነው። ሚነል መስጂዲ ሚን ሐርፍነት አፍዋን ሚን ሐርፍነት አልመስጂዲ ስም ነው። ወንሻሪሐ ሰድሪ ሓል ይባላል። ወንሻሪሐ ሰድ ወንሻሪሐ ስም ነው። ሰድሪ ሰምነ ሰድሪ ሙዳፍ ኢለይህ ሙንሸሪሐ ሙዳፍ የሚባሉ ነገሮች አሉ። ወደፊት ስንገባበት እናየዋለን። አዑዱ ፊዕል ምን የምትለዋ ሐርፍ ናት። ሚና ያላት ኢልቲቃኡ ሳኪነይን ስላለ ሁለት ሳድስ ፊደሎች ሲገናኙ ሳድስ ፊደሎቹ ክላሽ እንዳያደርጉ እንዳይጋጩ ሲባል በፈትሐት የተሐረከች ሆና ነው እንጂ ሚን ነው አስላ ማለት ነው። ኦኬ ከነዚህ በእነዚህ በአራቱ ጁምላዎች ውስጥ ያየ ነው እንግዲህ ኢላ ሐርፍ ናት፣ አላ ሐርፍ ናት፣ ፊ ሐርፍ ናት፣ ሚን ሐርፍ ናት። እነዚህን አይተናል። የሐርፍ ምሳሌዎች እነዚህ ብቻ አይደሉም። ለምሳሌ ያህል ብቻ የተወሰኑትን ነው ለማየት የሞከር ነው። ሐርፍ ምን ይመስላል የሚለውን ጠቅለል ባለመልኩ ለማየት ስለሆነ የተፈለገው እስካሁን ያየናቸውን ምሳሌዎች በቃይዳ ስናያቸው ደግሞ አልሐርፉ ኩል ሁወል ከሊመቱ አልሐርፉ ሁወል ከሊመቱ አለቲ ላ ዩዝሃሩ ለሃ ቢሙፍረዲሃ ማዕነን ኢላ ኢዛ እስቱኽዲመት ፊል ጁምላ። ሐርፍ በአረፍተ ነገር ውስጥ እስካልገባ ድረስ ትክክለኛ ትርጉም በራሱ ሊኖረው የማይችል ቃል ነው። ሐርፍ ምንድን ነው? በአረፍተ ነገር ውስጥ እስካልገባ ድረስ ትክክለኛ ትርጉም በራሱ ሊኖረው የማይችል ነው። ስለዚህ በተርኪብ ውስጥ ነው እሱን የእሱን ማዕና የሚታወቀው፣ ከሌሎች ቃላት ጋር ካለው ማዕና ነው ትርጉሙ የሚወሰደው እንጂ አንዱ ሐርፍ የተለያየ ማዕና ሊኖረው ይችላል። ይህ ትምህርቱ ለጀማሪዎች የተዘጋጀ ስለሆነ እንዳይሰፋ በሚል ብዙ ትንታኔዎችን አላነሳ ነው። ስለዚህ አልሐርፉ ሐርፍ ማለት ወይም ይህ መስተዋደድ ያልነው ሁወ ልከሊመቱ ቃል ነው። አለቲ ላ የዝሀሩ ለሃ እርሷ ግልጽ የማይሆን ቢሙፍረድሃ በነጠሏ ሆነ ማለት ነው። ማዕነን ትርጉም የሌላት ኢላ ኢዘ እስቱኽዲመት ፊል ጁምላ በጁምላ ውስጥ በሐረግ ውስጥ ሆና ስንጠቀማት እንጂ በራሷ ትርጉም የሌላት ቃል ናት ሐርፍ ማለት። እንግዲህ እንዳይበዛ የዛሬውን ትምህርት እዚህ ጋር ለመቋጨት እንሞክር። ሀዛ ወሰለላሁ ወሰለመ ወባረከ ዓላ ነቢይና ሙሐመድ ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱህ።